اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا على قد الايد واكلاتنا اللي كلها ان شاء الله على قد ايدينا. النهارده هنعمل مع بعض اكلات كده يعني اكله فيها تجديد شويه صغننين ان شاء الله تعجبكم بصوص البشاميل. هنعمل اول اكله منهم يعني النهارده دي كفته فراخ بس هعملها بشكل جديد شويه، هعمل لها صوص ابيض او صوص البشاميل يتاكل جنبها رز بقى بالشعريه او رز ابيض مع ممكن مع خضار او ممكن لا يعني ممكن خضار سوتيه كده جنبها ورز ابيض، خلاص كده بتبقى حلوه جدا الاكله متكامله. يعني انا باخد الصوص بتاع الفراخ ده بيبقى بدل الطبيخ مصر بيتحط على الرز ويتاكل مع شويه بقدونس على وشهم كده وخلاص على كده، اكله جامده جدا وبنص كيلو فليه بس بدل ما هنعمله بانيه ونقليه وخلاص كالمعتاد نعمل بيه حاجه جديده. هفرمه في اي كبه عندي، سهل جدا زي ما قلت لكم قبل كده ان فرم صدور الفراخ بسيط جدا وسهل ما فيهوش اي حاجه، يا دوبك اي مفرمه اي كبه عندك هتفرم صدور الفراخ على طول. فعندي هنا نص كيلو من صدور الفراخ مفرومه او الفراخ عامه، يعني فراخ مفرومه وخلاص مش مشكله، صدر فيها ورك مش مشكله. هنحط عليهم حوالي نص كوبايه بصمات الناعم، حط بيضه، حط بصل، ملح وفلفل قرفه وجنزبيل وشويه بقدونس صغيرين. البشاميل بتاع اللي انا هعمله بكوبايتين من اللبن، كوبايتين من الشوربه، نص كوبايه من الدقيق ومعلقه كبيره من السمن. تمام كده؟ طبعا عايزه تكتري السمنه شويه عشان البشاميل الصح، يعني كتري، عايزه تسيبي المعلقه اللي انا حطاها دي بتبقى اقل شويه من المعتاد، ماشي زي ما انت عايزه. وشويه زيت كده صغيرين للقلي عشان اقلي فيهم الكفته، ان هي يعتبر هسويها تسويه كامله في التحمير اللي انا هعمله دلوقتي. فبس البس جوانتي بقى عشان هعجن بايديا او في كبه ممكن تعمليها. يعني لو هتفرمي عندك الفراخ في الكبه مثلا مش جايباها جاهزه مثلا الكفته او كفته الفراخ يعني، على طول ابشري وراها البصل، يعني اعجني اول البصل وبعدين نزلي عليه الفراخ وفرمي كله مع بعضه في مفرمه واحده ونزلي كل المقادير في نفس الايه المفرمه. يعني فرمه واحده كلهم مع بعض كده. ماشي؟ فانا دلوقتي هروح جايبه كده، بسم الله الرحمن الرحيم، اولع على الزيت علشان يلحق يسخن. ان شاء الله على طول اشتغل فيها. اهو نص كيلو فراخ، صدور فراخ، نص كوبايه بقسماط ناعم، بصلايه مبشوره، بيضه، قرفه وجنزبيل، معلقه صغيره معلقه صغيره مش مليانه قوي القرفه، ملح وفلفل، ادي فلفل والملح، تمام كده. كده كل المكونات خلاص، شويه بقدونس صغيرين مش كتير قوي يعني عشان ما يغيرش طعم الاكله، لو مش عايز تحطي بلاش، انا ممكن انا البقدونس عندي اكتر للبشاميل. تمام كده، يبقى هنا حطيت ايه نص كيلو صدور فراخ، نص كيلو صدور فراخ، نص كوبايه بقسماط ناعم، نص كوبايه بقسماط ناعم، ملح وفلفل قرفه جنزبيل بيضه وشويه بقدونس صغيرين. ابدا اعجن بقى كويس كده، والبصله طبعا مبشوره، والبصله المبشوره. اعجن بقى كله كده. معانا مين؟ ام فادي، اهلا وسهلا يا ام فادي. صباح الخير يا مرعاني. صباح الخير. يا صباح الفل عليك. ازيك يا مدام نجلاء؟ الحمد لله. ازيك انت عامله ايه؟ انا اول مره اتكلم معاك يا حبيبتي، انا اول مره. اهلا اهلا بيك انت. الله يخليك يا ماما. الله يكرمك يا رب، اتفضلي. أنا عايزة أهدي إهداء لابني العميد فادي ويليام. أيوه معاكي. أيوه اتفضلي. النهارده عيد ميلاده. كل سنة هو طيب، كل سنة هو طيب، وتفرحي بيه كده يا رب بأولاده إن شاء الله. شكرا جدا ليكي يا أم فادي. تفرحي بيه لو مش متجوز، هو شكله كده يا عميد فإن شاء الله هو كبير يعني، فأكيد متجوز فتفرحي بأولاده إن شاء الله على خير كمان، عشان هو هيفرح دلوقتي قوي. خلاص اهي كده اختلطناها، نبدا بقى نكور كوره كده ايه
متوسطة، لا هي كبيرة قوي ولا صغيرة قوي. ماشي كده. طبعا الحجم ده زي ما انت عايزه، يعني عايز تعمليها صغننين خالص تعمليهم صغيرين، يعني ايه اللي يريحك. في بيعملوا الميني الصغنن بلي الصغير ده، ممكن تقعدي تسلي عليه وتعمليه بلي صغنن. عايز تعمليه كده كبيره شويه، دي يعني يعتبر كبيره، دي يعتبر كبيره. ماشي بسرعه بسرعه. هقول عملت مقاديرها تاني ازاي برضو. عايز اقول بس كيكة المج امبارح عشان ايه الناس سألوني عليها كتير، فعايزة اقول لهم عليها عشان هي بصراحة طلعت هايلة جدا 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 ما شاء الله يعني. بس الاول هقول لكم على الكفتة اللي انا شغالة فيها دلوقتي، ريحتها حلوة قوي ما شاء الله. دي نص كيلو من الفراخ المفرومة، عليها بيضة، نص كوباية بقسماط ناعم، ملح وفلفل، قرفة، جنزبيل، وشوية بقدونس، وخلاص على كده. سلسبيل اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ ازيك عاملة ايه؟ انا بحب حضرتك جدا. ربنا يخليكي، اهلا وسهلا بيكي. اخبارك؟ كويس الحمد لله. الحمد لله. ازي حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبتي الحمد لله. موريني. انا بجد انا بيبقى نفسي اتصل بحضرتك جدا. ده انت تنوريني باي وقت. بس ما بقاش الخط ما بيردش. انت ده غريب في اي وقت، ربنا يخليك، اهلا وسهلا بيك نورتيني. ليك اي سؤال؟ لا شكرا، انا بس اسلم على حضرتك. صباح الفل عليكي. شكرا جدا يا حبيبتي شكرا. بصوا كده بقى، طبعا انا ممكن انا لو الاكله دي عجبتني بقى كده بروح عامله ايه، محمره كميه الفراخ اللي مثلا اكتر شويه من اللي انا بعملها النهارده دلوقتي اليومين، واشيلها في طبق كده متحمره، اجي بعد كده لما اجي احب بقى اعمل الاكله دي يا دوبك اعمل بشاميل وانزل فيها الفراخ على طول المتحمره جاهزه في الفريزر. بصوا نسهل على نفسنا كده. معانا مين؟ مين مش سامعاك؟ جيهان اهلا وسهلا. يا استاذه جيهان. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. ازاي حضرتك يا استاذه نجلاء؟ الحمد لله. ازيك انت عامله ايه؟ الحمد لله. حضرتك عامله ايه؟ منوره الشاشه والله. ربنا يخليك منوره بوجودك، الله يكرمك. بجد بجد ميرسي على كل الاكلات الجميله اللي بتقدميها لنا. ربنا يكرمك يا رب حبيبتي. انا حضرتك والله يا استاذه نجلاء ليا متزوجه ليا حوالي تسع شهور ما شاء الله. في الاول ما كنتش عارفه اعمل اي حاجه. فسبحان الله مجرد ان انا نزلت على اليوتيوب وكده وقعدت اتصفح على حلقاتك بجد عملت احلى الاكلات لزوجي. برافو عليكي ما شاء الله عليكي، برافو عليكي، تسلمي والله. تسلميني، ميرسي 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 خالص. انا تسلم ايديك انت والله. الله يكرمك يا رب، تسلم ايديكي. شكرا خالص على الاكلات. الله يكرمك، تسلمي يا حبيبتي، وميرسي جدا ليكي، وبرافو عليكي ان انت عايزه تتعلمي، دي حاجه كويسه جدا. تسلمي، ما دام عندك النيه دي تبقى اهم حاجه. عايزه ايه 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 اسباتيولا يا ولاد معايا. ماشي هاخد هنا بقى كده الكفته. بسم الله الرحمن الرحيم. احمرها وانا ولعت على الوك التاني او حله او حاجه علشان اعمل ايه، علشان اعمل البشاميل او الصوص الابيض. الزيت سخن على طول بيتحمر ازاي. بس طبعا انا برضو يعني يهمني ان هي تستوي كده كده، تاخد غلوه بس في الايه في البشاميل، مش تاخد كتير، فعشان كده انا عايزاها تستوي هنا كويس. معانا مدام نادي اهلا وسهلا. صباح الفل يا صباح الفل عليكي. صباح الفل عليكي، ازيك؟ احلى ابتسامه واحلى شخصيه في حياتي. الله يكرمك يا رب، تسلمي يا رب، تسلمي. انت وشيف هاله كده حبايبي، انتوا الاثنين اكلكم توأم. الله يخليكي يا حبيبتي، تسلمي تسلمي. حبايبي عشان ما ابقاش منافقه بس. لا لا انت ما شاء الله كل الناس حبايبك، الله يخليكي، اهلا وسهلا بيكي. الحمد لله. الحمد لله الحمد لله، ده شيء كويس طبعا. الحمد لله طبعا بعد ربنا. الله يكرمك. والله عرفت ناس كتيره جميله من القنوات بتاعتك. الحمد لله الحمد لله، ربنا يديك الصحه يا رب. قلبي عندك وقلبي عند برعايتك والله. الله يخليك. وبعدين انا بشكرك على طريقه القشطه اللي بتاعت وش اللبن.
جربيها بقى المره الجايه بقى. معلش تسلمينا تاني، متشكره جدا ليكي يا مدام ناديه. لا حاولي ان شاء الله جربيها، وممكن طبعا انت ما شاء الله عليكي شاطره فممكن تكوني جربتيها قبل كده. شكرا جدا ليكي. هنا بقى بسخن كده اعمل بشاميل وانا بحمر في الفراخ. اعمل البشاميل اللي هو او الصوص الابيض، واجيب طبق للفراخ عشان اطلع فيه. بس ممكن اشيل النحكاشه دي من جنبي. ماشي بس كده. اجي بقى ايه اعمل الصوص الابيض اللي هو البشاميل، معلقه السمنه الكبيره. معانا مين؟ ناديه، مدام ناديه. الخط قطع يا نور. معلش احنا اسفين والله. من ريهام بتقولي من عندي. من عندك انت؟ مش عارفه والله، الشبكه وسط بصراحه. يلا حصل خير. الحمد لله. الحمد لله. اهلا وسهلا. بس كنت عايزه والله اشكرك على كل حاجه بتعمليها، ما لحقتش اقول لك والله. الله يكرمك يا حبيبتي، ميرسي جدا لذوقك والله. اللي اتكلمت تاني كمان متشكره قوي. الله يخليك يا حبيبه قلبي، ما نتحرمش منك ابدا يا رب. شكرا ليكي جدا ولذوقك، شكرا، تسلمي. صباح الفل عليكي. ادي كده الفراخ المحمره. تمام كده. اقلبها واحط باقي الايه الفراخ نحطها كده. معانا جيهان، اهلا وسهلا. نص كوبايه الدقيق بس مش مليانه قوي يا استاذه جيهان. ايوه صباح الخير. يا صباح الفل، زي حضرتك. صراحه اتعلمنا كتير من حضرتك. ربنا يخليك يا رب. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. مبسوطه قوي اللي انا كلمتك. اهلا وسهلا بيكي، انا مبسوطه بيكي اكتر. ازيك عامله ايه؟ الله يخليك يا حبيبتي، تسلمي يا رب. نعم تسلمي يا حبيبتي، تسلمي. الله يخليك. الله يكرمك. قولي لك اي سؤال. انت عاوزينك تعملي البطاطس البيوري اللي هي محشيه لحمه وبتتقلي. حاضر. طبعا. عيني حاجه تانية؟ عيني. حاضر نعملها في الاسبوع الجاي ان شاء الله. عندنا الاسبوع الجاي بقى ايه؟ عشان راس السنه بقى والحركات دي. والديك الرومي منتشر في اليومين دول، بس ما هوش ديك يعني، عشان بس ما تقولوش ده ديك رومي وحركات، هو ربع ديك بس. وهنعمل خدنا منه استلفنا ورك كده منه بس، وهنعمل بيه حاجات كتير قوي ان شاء الله يوم الاحد الجاي. ورك. ماشي. طب ثواني عشان بس هنا خلاص اهي. بصوا كده، ادي كده بحمر ايه الدقيق، بديله لون كده بسيط قوي مصفر، وبعدين انزل عليه كوبايتين اللبن، كوبايتين لبن وكوبايتين شوربه. لا يا ابني ده الشوربه، اصبر. كوبايتين لبن وكوبايتين شوربه. ماشي. واقلبهم بقى الاثنين باردين خالص علشان ايه؟ علشان ما يكلكعش معاكي. وافضل اقلب فيها بقى لغايه ما يغلي، وهوريها لك بقى بعد الفاصل. وفاصل ونواصل. على قد ورجعنا من الفاصل، وانا لسه بقلب زي ما انا على حطه ايدكم. سبتوني كده لقيتكم زي ما انا بالظبط، حركتش. عمال اقلب بقى في البشاميل بتاعي لغايه ما ايه يغلي، واظبط ملح وفلفل بتاعه وبس. هنزل بقى فيه ايه الكفته، بس بعد ما يغلي برده تاخد لها غلوه تشرب من البشاميل ده. هقول تاني انا عملت الكفته دي ازاي. نص كيلو من اللحمه الفراخ المفرومه، او انا فرمت نص كيلو، عليها نص كوبايه بقسماط ناعم، عليها بيضه، عليها ملح وفلفل وقرفه وجنزبيل. عجنت كله مع بعضه، وشويه بقدونس صغيرين قوي. عجنت كله مع بعضه ورحت عاملاه كور وقلياه في شويه زيت مش كتير. بعد كده عملت البشاميل اللي انا بعمله دلوقتي ده. معلقه سمنه كبيره، انا ما قطعتش السمنه هنا، انت ممكن تكتري وممكن تقللي ده براحتك انت، بس انا عملت معلقه سمنه كبيره. عليها حوالي نص كوبايه من الدقيق بس ما كملتهاش قوي، وحمرتها فيها ده لون اصفر بسيط كده. بعد كده نزلت عليها كوبايتين من الشوربه، كوبايتين من اللبن باردين خالص، وافضل اقلب بقى لغايه ما يغلي معايا. تمام. بعد كده هروح منزله فيه ايه الكفته، بس استنى لما تغلي.
ده صوص ابيض او اللي ايه بشاميل خفيف. تمام كده، انا مش هدخلها الفرن، هي كده زي ما عايز تاكلي معاها. انا هعمل دلوقتي صينيه رز، قلت بلاش اعمل رز ابيض، هعمل صينيه رز زي المعمر كده بس بجبنه، ده برضو حلو جدا جدا مع الاكله دي، او رز ابيض عادي خالص في الحله، او رز بالشعريه اللي يريحك. تمام. كيكه المج امبارح ممكن تحضري مقاديرها؟ اللي عملناها امبارح في الحله علشان ايه الناس سالوا عليها قالوا احنا ما لحقناهاش. هايله جدا اسفنجيه بطريقه جباره ما شاء الله يعني. شكلها هقلك على عيني التانية من عندي اصلها هاديه. يعني كده الوجه معانا اهي. بصوا الكوبايتين ده ربع دقيقه دول ما كملتهمش عشان تبقوا واخدين بالكم، بس يعني حاولوا تخليهم كوبايه ونص ومعلقه بس، كوبايه ونص ومعلقه خلاص، مع رشه الملح وكوبايه زيت، كوبايه سكر، كوبايه لبن، اربع بيضات وفانيليا، وربع كوبايه من الكاكاو. لو عايزاها من غير كاكاو يبقى هتشيلي كاكاو وتخلي الكوبايتين الربع زي ما هم دقيق. تمام. وبعد كده معلقه كبيره بيكنج باودر، ومعلقه كبيره معلقه صغيره من الخل بس يعني مليانه شويه بس. خلطت ده بقى في الخلاط، عايز يا بعمل اي حاجه بس حطيت الزيت والسكر مع بعض الاول، لف في الخلاط لغايه ما لونه كده لون ابيض، ضفت بقيه المقادير مع عدة الدقيق والبيكنج باودر ورشه الملح، خليتهم بره مع الايه في طبق لوحدهم، ضربت في الخلاط، نزلت على في الطبق، دهنت اي مجات عندي بفرشه كده فيها زيت كويس، جبت حله حطيتها على النار فيها شويه ميه صغيرين كده، بعد كده سبتهم يغلوا، نزلت كل الكوبايات، طبعا بتملي الكوبايه لنصها بس او تلتينها بالكتير قوي، وبعد كده تحطيهم في الميه اللي بتغلي، وتحطي الغطا لازم يكون فيه فوطه علشان ما ينزلش الميه على الكيك. غطيه بفوطه كده وظبطيها قوي، واحكمي الغلق عليها من فوق او اربطيها باي حاجه عشان ما تنزلش طبعا على النار، او خلي الفوطه على قدها بالظبط. وبعد كده هدي النار خالص كانك بتسوي رز يعني بعد ما غليت بس كده، بتسيبيها حوالي ساعه الا ربع، هي بتقعد من نص ساعه لساعه الا ربع، بتستوي بتبقى هايله جدا. انا هنزل بقى هنا كده الايه الكفته. تمام اهي. تغلي غلوة واطفي عليها. دي بقى بتتقدم سخنه مش بارده، يعني كل ما تقدمي لو انت عامله مثلا العيله كلها ومش كلهم هياكلوا مع بعض، بتسيبيها على نار تدفيها وتروحي مقدمه في طبق في بوله كده فيها الايه الصوص مع الفراخ بس كده. حط بقى شويه بقدونس عليها. تمام بس كده خلاص خلصت. قدم سخنه دي برضو يا رز ابيض معاها، يا اما مكرونه مسلوقه، مسلوقه بيضة عادي خالص، تحطي المكرونه المسلوقه وعليها الصوص الابيض ده وعليها الايه القطع الفراخ، سهله خالص خالص يعني منتهى البساطه. شويه بس في الاسود عشان حسيت كده ريحتها عذبه شويه مع شويه الملح. بس وتتقدم بالشكل ده خلاص. نيجي بقى نعمل الرز، خليها على النار عشان انا هغرفها وقت الاكل، مش هغرفها واسيبها عشان البشاميل ما يجمدش، لان انا عاملاه بشاميل مش طري قوي 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 ولا هو تقيل، فبس ممكن لما انا اسيبه هتلاقيه مسك نفسه حبه، بس لما تسخنيه بتلاقيه رجع ساب تاني. حبيتي لقيتيه مسك قوي معاكي مثلا بعد ما سبتيه فتره كبيره قوي ونشف قوي مسك شويه يعني، حطي له شويه لبن كمان وسخني بس. طيب اللي هنعمله النهارده دلوقتي اللي هو الرز اللي بالجبنه. انا عندي هنا مثلا 3 كوبايات من الرز، احط عليهم 3 كوبايات من اللبن وحوالي كوبايه ونص من الميه، عندي جبنه رومي، عندي جبنه موتزاريلا، قولي نص كوبايه، قولي مثلا الموتزاريلا دي كوبايه ونص كوبايه من الجبنه الرومي المبشوره عشان تديكي طعم محدق شويه، وسمنه خلاص وشويه الملح بس خلي بالي منه قوي علشان الايه؟ علشان الملح اللي في الجبنه.
كده هنا حله. بقدونس هيبدا المكان دلوقتي، وهحط فيه 3 كوبايات من اللبن. ثلاث كوبايات لبن، كوباية ونص مية، ماشي خلاص كده. هخليهم يسخنوا مع شوية ملح صغيرين عشان عندي ملح في الجبنة. بس كده اجيب بقى هنا صينية. انا هنا معايا معلقة سمن كبيرة، احطها في الصينية كده. معلقة سمنة كبيرة، معلقة سمنة كبيرة، يعني دي كلها خلاص، دي كلها السمنة اللي انا احطها في الرز المعمر. هو بقى هيبدأ يطلع من أرضية الصينية، يطلع على الرز كله ويطلع على وش بره. بس اوزعها توزيعة مظبوطة. نعم عوني عوني. مش عايز توزع مظبوط. بلطت بيها الصينيه تمام كده. عندي هنا الرز بقى، دول 3 كوبايات من الرز، نص كوبايه من الجبنه الرومي المبشوره، نص كوبايه بس. اخلطها بالرز ده كده. تمام. المفروض ان يكون اللبن ده سخن، ولو ما سخنش قوي يعني مش مشكله، كده كده هيكمل سخونيه في الفرن. بس طبعا الافضل ان هو عشان يبقى اسرع معاكي ان هو يغلي. ماشي انا هحطه كده هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ده المقدار بالظبط. انا حاطه 3 رز 3 لبن 1.5 ميه. ليه بقى زي ما قلت لك دايما بنعمل كده؟ علشان ده بيبدا ان هو في انا مش هغطيه عشان يعمل لي وش، فبيبدا يتبخر منه ميه كتير جدا. موتزاريلا، دي حوالي كوبايه، هي تغطس جوه اللبن لما يتشرب هتبدا ان هي تسيح وتطلع تعمل وش حلو جدا وريحته حلوه قوي. بس ادخله الفرن من تحت يغلي، لو هو احمر زي ما هو تحت بعد ما عدى الوقت، ما احمرش اطلعه في الفرن من فوق. خلاص فانا هحطه في الفرن دلوقتي وهطلع فاصل، وهنرجع بعد الفاصل نكمل وصفاتنا. وفاصل ونواصل. ورجعنا من فاصل، ودلوقتي هنعمل مع بعض عيش بالبرتقال. البرتقال موجود دلوقتي كتير، فهنعمل عيش حلو كده طعمه برتقان حلو قوي. ممكن تاكليه حاف من غير اي غموس، يتاك كده مع شاي بلبن ولا اي حاجه، هايل جدا. ده عباره عن ايه؟ هنعمل 3 كوبايات من الدقيق، شكلهم ولا كوبايتين دول. احنا عملنا مقدار ايه يا ولاد؟ 2 ولا 3؟ 2 بس. طيب ما علينا، ما انا بحب يعني بكتر شويه في العجائن دي، ندي الجيران ندي حاجه كده، الحاجات موجوده بكتره شويه. شفتوا كده هتهري بقدونس؟ كل حته مش فيها البقدونس دلوقتي. 2 كوبايات من الدقيق، عليهم معلقه خميره، عليهم معلقه سكر، رشه الملح، بشر برتقان، معلقه بشر برتقان برده كبيره، وعصير برتقان ناعجن بيه 2 معلقة من السمنه، ولو عوزنا ميه نبقى نحط. بس احنا يعني جايبه 2 كوبايات عصير برتقان، مش يعني مش مركز يعني، في عليه شويه ميه يعتبر. خلاص فيعني 2 كوبايات عصير برتقان دي شويه ميه مع شويه برتقان، وبشر برتقان، معلقه خميره، معلقه سكر، رشه الملح، و2 معلقة من السمنه. كل كوبايه معلقه، عشان كده بقول لك هو عيش هيبقى غني يتاكل حاف، شبه القرصه يعني من الاخر كده. فعندي هنا بسم الله الرحمن الرحيم 2 كوبايات دقيق،
كوبايتين دقيق، معلقتين سمن، معلقتين سمن كبار، معلقة خميرة كبيرة، معلقة سكر كبيرة، معلقة بشر برتقان كبيرة. طبعا لما نيجي نبشر البرتقان نبشر الطبقة الصفرة بس، ما تجيش ناحية البيضة عشان ما تمررش، بالراحة خالص كده البرتقانة تمسكيها تفضلي تبشري الحتة الصفرة بس، ما تغوطيش لجوه عشان أنا مش عايزاها تمرر. معلقة بشر برتقان كبيرة، رشة ملح، ماشي، اقلب دول مع بعضهم كده، بسم الله الرحمن الرحيم، تمام كده. خلي بس السمن تختلط مع كل الدقيق، وبعد كده انزل الايه عصير البرتقال اللي مختلط بميه شويه شويه، مش عصير برتقال صرف يعني، مش حاجه قويه قوي لا، يعني حبه على حبه. يبقى انا هنا حطيت ايه، كوبايتين من الدقيق، كوبايتين من الدقيق عليهم معلقه سكر كبيره، معلقه خميره كبيره، معلقه بشر برتقال كبيره، رشه من الملح، و معلقتين سمن كبار، معلقتين سمن كبار. ابدا اديها كده عصير البرتقال شويه شويه لغايه ما تعجن معايا عجينه حلوه طريه، لان كل ما بتطر العجينه تطلع معاكي هشه، كل ما بتقليها بتطلع معاكي مكتومه شويه. شويه شويه نعم، ملاحظة ان هي لزقت، ابدأ اعجن فيها شوية تجمع معايا تاني، ما استعجلش وانزل دقيق. هي ما خدتش هي كل كوباية السائل على فكرة، كوباية البرتقال فاضل منها، استعجل عليها شوية كده كمان، نجيب شوية دقيق. عشان ألمها عيش البرتقال ده بقى إن شاء الله يعجبكم قوي قوي، يعني هو مش مكلف خالص خالص، يعني ده احنا عاملينه ببلاش، مفيش حبيتين برتقال عملنا منهم ثمرتين، ثمرتين عشان محدش بس يقول لي إيه حاجة تانية، ثمرتين برتقال عملنا منهم العيش ده. طبعا ممكن تكتري الكميه زي ما انت عايزه، يعني بقول كوبايتين دول مقدار صغنون جدا، بس احنا ممكن نعمل ثلاث يعني على الاقل نص كيلو مثلا ولا حاجه، لان هو ان شاء الله هيعجبك قوي، هيعجب كل هياكلوا، ريحه البرتقال فيها بتبقى هايله، وكمان وهو بيتخبز بيطلع ريحه حلوه جدا. معانا ميرنا، اهلا وسهلا يا ميرنا. الو الو، ازيك؟ الحمد لله. عامله ايه؟ كويس الحمد لله. ايه اخبارك؟ الحمد لله. عامله ايه؟ كويس الحمد لله. يا ريت توطي عندك التلفزيون ممكن؟ يا ريت يا بنياتي، لا بقولك وطيه مش اطفي التليفون. ماشي، ميرسي ليكي يا حبيبتي، صباح الفل عليكي. اقسم بس العجينه كده، انا ممكن من دلوقتي كده اعجنها واسيبها تخمر كده، وممكن ان انا اخمر العجينه. ماشي، هوريك دلوقتي انا مخمره، عشان مخمره انا بحب دايما ايه اريح العجينه شويه تخمر وبعدين اشتغل بيها وهي خمرانه، وساعات بقى بكون مستعجله بروح عامله على طول مشكلاها، اروح مشكلها على طول كده وسايباها، اسيبها بقى ايه تخمر وهي متشكله ساعات ساعات يعني. بص، هي طبعا الاصح ان انت تسيبي العجينه تستريح، ماشي كده بالراحه كده، وانزل على رفيع شويه، انت شكلك كبيره ليه؟
ما اعملش حرف رفيع قوي علشان ما ايه ما ينشفش يعني. انزله على مسحوبه بس مش قوي عشان انتوا عارفين طبعا احنا لما بنعمل كده ايه اللي بيحصل. المستوي ده بياخد وقت عن الحرف فيبدا الحرف يستوي اسرع وينشف معانا. مش كده بقى مش كده. هنعمل الاحجام كلها مختلفه. ماشي كده. تمام. ادخلها بس جوه بعضها كده عشان ما تبقاش خشنه من بره، تنعم تبقى ناعمه بالشكل ده. واروح رصها في الصينيه واسيبها تخمر وهوريك هعمل فيها ايه دلوقتي. شكل كده ايه صغنون بسيط، مش عايزه اكلف نفسي بقى لا احط بيضه ولا احط اي حاجه على الوش زي ما هي كده. عايز تحطي طبعا حطي انت اللي يريحك، بس انا مش هحط عشان احط ايه هعمل لها منظر وخلاص كده. في ناس ما بتحبش زفاره البيضه على العيش. وطبعا برضو الاخوان المسيحيين الصايمين طبعا ده ممكن تعمل بالزيت، يعني بدل ما احط معلقتين كبار من السمنه ممكن تحط نص كوبايه من الزيت بس، نص بس مش مليان يعني، نص بس قليل شويه، ويبقى عيش بالبرتقال برضو صيامي هايل جدا. بس هنا كده ده بسيبه حوالي نص ساعة يخمر أو ساعة، في الشتاء ده ممكن يبقى ساعة. ماشي تعالي لك يا زرايا صغننة أنا هرميكي مش مشكلة. أنا بص العجينة الخمرانة معايا أهي برضو، قلت عشان إيه نشتغل بالاتنين قصاد بعض برضو. ممتاز. حمرا عارفين بندق البطيخه كده برضه طب كده تعرف ان هي مستويه. تمام التمام. نيجي بس هنا كده على دي نعمل لها فتحات كده. حرف سكينه حاميه. طبعا لو حابه تعمليها رغيف كبير يبصي الشكل زي ما انت عايزه، يعني انا عاملاه بيتي بان صغنن كده بحيث ان هو يتاكل مع شاي بلبن او شاي كفطار خلاص خلصت قوي، مش عايزه اي حشوه معاها، هي كده حلوه قوي. انها ممكن انا اعملها رغيف كبير، ممكن اعملها يعني تشكلي العجينه زي ما انت عايزه، توستايه مثلا بعد التوست مثلا، يعني ممكن اروح عاملاها كده اهو، ده رغيف فينو كبير اهو اللي يريحك. ممكن اعمله رغيف فينو كبير كده واقطع منه ترانشات، يعني ممكن لا انا مستعجله مش هقعد بقى اعمل كل شويه اقطع واقعد، لا لا انا مستعجله خالص، خلاص هي عجينه واحده هفردها واروح مشكلاها بالشكل ده وفي الصينيه في الفرن يلا اضلق على طول مش اي حاجه. اجي بقى اطلع الرغيف ده، هو الرغيف ده كوبايتين دقيق خلاص هي صينيه واحده، اطلع الرغيف ده اروح مقطعه منه ايه ترانشات كده وبس. وطبعا برضو يعني مهم ان انا اخمر برضو الايه الرغيف ده معايا، يعني برضو بعد ما حتى بعد ما خمرت لازم، مهم العيش الحاجات كتير قوي من الخميره العجينه بعملها لازم 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 ان انا بعد ما بشتغل فيها اسيبها تخمر، عشان كتير قوي بيقول لك ايه العجينه طلعت معايا مكتومه لما انا سايباها تخمر كويس، لا ما انت رجعتي تاني لما عجنتيها واشتغلتي فيها راحت عملت ايه الهواء اللي فيها اللي هي واخداه من الخمر اتفضى، فتروحي مدخله الفرن على طول ما تلحقش ان هي ايه تاخد هوا تاني وتخمر تاني، انما لا اسيبها بعد ما اشتغلت فيها، دي خطوه اساسيه ان انا بعد ما اشتغل فيها لازم اسيبها ترتاح تاني قد 10 دقائق على الاقل على الاقل وبعدين ادخلها الفرن. ماشي فانا هحطهم برده كده هنا جنب الفرن كده ايه يتدفوا شويه، يعني حتى على الاقل 5 دقائق كده هنا معلش. اوكي معانا ام هيثم.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أم هيثم؟ ازيك يا مدام نجلاء؟ عاملة ايه؟ الحمد لله، متشكرين على الحاجات الحلوة اللي بتعملها لنا. الله يخليك، الله يكرمك يا رب. زي حضرتك، ايه اخبارك؟ ربنا يجعل الخير بين ايديك دايما. احنا وانت يا رب، احنا وانت، ربنا يخليكي. اهلا وسهلا. الله يخليكي. ليا سؤالين لو سمحت. طبعا اتفضلي. بالنسبة لكيكة المج، ممكن استخدم اي كوبايات، اي نوع كوبايات ولا كوبايات معينة؟ لا اي نوع كوبايات، اي نوع ان شاء الله استلس، حتى اي نوع كوبايات بس يكون يتحمل الحراره يعني والميه المغليه. ايوه ايوه. لا اي كوبايات، اهم حاجه ما يكونش نوعها رديء، يعني ما يكونش نوعها رديء، يعني الكوبايات الرخيصه قوي دي ممكن نوعها كويس. نوعها كويس، يعني نوعها ليها نوع محترم شويه، او مج صيني، فناجيل الشاي اللي هي الصيني، كوبايه ستانلس، اي حاجه. أيوة. اهم حاجه يدهن زيت بس كويس وتعمليه على طول بس كده. شكرا جدا، جربيها هتعجبك جدا جدا جدا. بصوا كده، انا هنا عايز اقولك ان الرز لسه ما استواش بس احمر قوي، فلازم ان انا اغطيها وادخلها الفرن تاني على نار هاديه. يعني انا كنت حطاها تحت بس لسه احمرت ازاي، فاعمل ايه؟ اغطي بحل، بغطى حله بورق الومنيوم باي حاجه، واحطها بقى من فوق. خلاص انا حميتها من فوق، مش تحمر تاني، انما يبدا الرز يتشرب ويستوي على مهله. فهاخد كده بقى كده، معانا رؤية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أم رؤية. أهلا وسهلا. أهلا يا بحضرتك. أم رؤية أهلا بحضرتك. أهلا، إزاي حضرتك؟ تمام الحمد لله. عاملة إيه؟ بخير الحمد لله يا رب دايما. ممكن أطلب من حضرتك طلب؟ طبعا تتأمري. عايزة أعرف بس طريقة الكوسة بالبشاميل. أيوة. وطريقة البطاطس البوري. بطاطس البوري العادية خالص البسطة دي؟ ولا عايزاها اللي هي متحمره، ولا عايزه ايه؟ لا اللي هي في الصينيه في الفرن. في الصينيه في الفرن، حاضر. عينيا، شكرا جدا ليكي. بصوا كده اهي، انا بس بص انا عايزه اوريك بص جبنه ازاي تقلت معايا ازاي. انا بقى لما اجي اسخنها هتسيح تاني ومش اي مشكله، انما لو لاحظتي بعد ما سخنتيها ان هي لسه فيها كمان تكه تقيله، ابدا ان انا ازود لها معلقه لبن، معلقه يعني حبه لبن صغيرين. طيب صينيه البوري بقى اللي صديقتنا عايزاها، طبعا دي سهله جدا جدا ما فيهاش اي حاجه خالص. انت بتسلقي البطاطس حلوه قوي وبعد كده تهرسيها، اهرسيها بقى او مبشره اسهل حاجه ليكي، يعني اسهل حاجه ان احنا بعد يعني ما لو ما عندكيش اللي هي الهرسه اللي كده والشوكه مثلا بتضايقك، هاتي البطاطسايه مبشره ابشريها، هتنزل كلها زي المهروسه بالظبط. هتزودي لها بقى ايه؟ معلقه زبده او سمنه، زبده او سمنه، وهتحطي لها لو انت جايبه كيلو من البطاطس هتحطي حوالي 3 بيضات، 3 بيضات اللي هي الكبيره. خلاص هتحطي معلقتين من السمنه بس مش كبيره قوي، او معلقه سمنه مليانه بلاش تكتري. عايز تحطي زبده حطي زبده، تمام كده. عايز تحطي جبنه جواها، جبنه رومي، جبنه موتزاريلا برده معاها حلوه جدا. خلاص هتقلبيهم كلهم مع بعض، ما فيهاش اي حاجه، شويه بقدونس كمان وتروحي مقلبها معاها، ثوم مفروم، ملح وفلفل وكمون، ده كله مع بعض. تهرسي كله مع بعض بالهرسه حلوه قوي قوي كده. لو عندك قشطه عليها بتبقى هايله جدا برده، وعندك مثلا معلقتين قشطه كبار كده من وش اللبن اقلبيها عليها، نص كوبايه مثلا اقلبيها على البطاطس وهرسي ده كله مع بعض. يبقى احنا قلنا ايه؟ كيلو من البطاطس نسلقها ونهرسها، عليها 3 بيضات، عليها جبنه رومي او جبنه موتزاريلا او بلاش جبن خالص، معلقه سمنه كبيره، ربع نص كوبايه من القشطه، توم عشان الباص بتحب التوم، توم وملح وكمون. التتبيله بتاعتها هي توم وملح وكمون وفلفل اسود. يبقى الاساس بطاطس، بيض، سمنه، توم، ملح وفلفل وكمون. خلاص كده ده كله يتعجن. اللي احب ازوده او ما زودوش، عندك الجبنه الرومي، عندك الجبنه الموتزاريلا، عندك القشطه، كل الحاجات دي تزوديها يا ما تزوديهاش، وتروحي هرسه كله مع بعضه ومظبطاها في الصينيه وتروحي مدخلاها الفرن مع ممكن شويه بقدونس بس. دي كده صينيه البوري في منتهى السهوله، صينيه حلوه جدا جدا تنفع فطار وتتاكل ساقعه وسخنه الاثنين مع بعض، تمام. طيب كان بس على ايه تاني؟ انت ايه اللي قدامك؟ دقيقتين انا عماله ادور، اهو ادور على حاجات اعملها.
ماشي حاضر حاضر. طيب اطلع فاصل ونرجع بعد فاصل نكمل وصفاتنا. فاصل ونواصل. على قد ويا رجعنا من الفاصل ودلوقتي هنعمل مع بعض حاجه حلوه سهله جدا وبسيطه بس شيك قوي. هنعمل كريب جاتوهات الكريب، يعني عجينه بسيطه خالص هنسويها على الطاسه ونعمل منها جاتوهات كده ممكن نقدمها للضيوف او للبيت في منتهى السهوله. الكريب طبعا بس انا هعمله بانكيك مش كريب، بانكيك دي يعني هحط له خميره واخليه سميك شويه. فعندي هنا كوبايتين من الدقيق ماشي، عليهم اتنين بيضه، معلقه بيكنج باودر، فانيليا ماشي، وهعجن باللبن وعليهم معلقتين من الزيت وشويه من الكاكاو. ده هخليه هقسم هعمل لونين عشان اخلي بقى ايه جاتوهات بقى بني وبيضه كده يعني خلاص. فهناخد هنا في الخلاط عشان بس السرعه معانا شويه، هاخد اتنين بيضه بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايزه اسهل لكم بس في كل حاجه، حتى الدقيق هحطه هنا كوبايتين الدقيق عشان كده انا عامله كميه قليله عشان تخش الخلاط، معلقتين الزيت، الفانيليا معلقه فانيليا صغيره، معلقه بيكنج باودر صغيره، رشه الملح، واحط ايه كوبايتين لبن واشوف. كوبايتين لبن ونشوف الاخبار ايه. خلاص هي دي العجينه كلها هنا اهي. شوف كده القوام، انا عايزاها البانكيك يبقى تقيل شويه مش خفيف قوي، يبقى تقيل شويه. بس نحرك بس كده كل الجيلي في المكان. عايزه لبن تاني نضيف لها. ماشي، هي دي مش كيكه، كيكه ما بعملهاش كده، خلي بالكم اوعوا احطه في الكيكه. بنعمل وحاطين الخلاط هنا الدي في الخلاط، لا ما نعملش كده في الكيكه، كيكه حاجه والبانكيك حاجه تانيه. تالي القوام ده مناسب، هوريكي طبعا هاخد نصه كده كده هنا واحط النص التاني فيه الايه؟ كده بصوا سميكه سنه كده اهي. خلاص دي نص كده الكميه. تمام، يعني شفت انا عملته ايه؟ يعني حاجه ببلاش. هنا بقى هحط الكاكاو، هحط معلقه كاكاو كبيره وهحط عليها معلقه لبن عشان يبقى الاثنين القوام شبه بعض ماشي، ما يبقاش واحده ايه عجينتها اتقل من الثانيه. معانا غاده، اهلا وسهلا يا استاذه غاده. الو الو. ايوه اهلا وسهلا، ازيك مدام نيلاء؟ ازيك عامله ايه؟ الحمد لله، انا بحب حضرتك جدا جدا. ربنا يخليك، اهلا وسهلا بيكي. بعمل اكلاتك كلها. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، نوراني. اهلا بحضرتك. الله يخليكي. اموري ليك اي سؤال؟ بس طريقه العيش اللي حضرتك عملتيه ده عشان ما شفتهاش من اول حلقه لو سمحت. الاخر اخر سيجمنت ده اخر فاصل هنقول فيه كل حاجه ماشي؟ خلاص اخر الحلقه هتلاقيني هعيد كله. حضرتك ممكن الايه؟ ابني كان عايز يكلم حضرتك دقيقة بس. طبعا دهوني. الو الو، ازيك؟ ازيك يا بنت نجلاء؟ الحمد لله، ازيك انت عامل ايه؟ كويس. انت اسمك ايه؟ يوسف. يوسف، ازيك يا يوسف؟ بحبك قوي. ربنا يخليك يا رب. تسمع كلام ماما يا يوسف ولا بتعمل شقاوة؟ بسمع كلام. بجد؟ شاطر، برافو عليك، احبك قوي يا يوسف، ان شاء الله تبقى حاجه كويسه جدا جدا. شكرا يا يوسف. ايوه
معايا؟ طيب اوكي ثواني اخلص بس هنا كاكاو عشان ابدا اسوي في الكريب. هنا انا هنا حاطه معلقه سمنه او زبده زي ما انتوا عايزين. خلاص اهو كده ممكن كده كويس. طبعا حسب ما بتحب اللون ايه يعني، ممكن يبقى اللون ده كويس وممكن نتقله كمان نغمقه شويه. دائره كده دول الكوبايتين هيعملوا لك كميه هايله من الايه؟ من الكريبات. وهوريك هنعمل بيهم ايه، هنسويهم طبعا. عارفه بقى انا هسويهم ايه؟ شبه القطايف، قد القطايفايه كده. ماشي. واجيب هنا بقى ناخدهم كده جنب النار. نبدا بواحده واحده، نطلع من الفتح الاول وبعدين نبدا بالغامق، نخلص بالغامق. نمسح كده مسحه بسيطه خالص من السمنه او الزبده، بس سمنه احسن علشان ما تحروقش معاكي. وناخد كبشه صغنونه نتعامل بيها علشان ايه، في بيتعاملوا بالازازه يعملوا ازازه كده صغنونه ويشكلوا بيها، بس انا بحب اعمل معيار واحد فاسهل لي الكبشه. خلاص دي انا عارفاها هي ملوه الكبشه هتعمل لي الحبه دول. معانا مين؟ صفيه ولا معانا مين؟ طب اوكي. ايه تاني ايه تاني نجيب الطبق بس نطلع فيه. انا عندي بقى هنا فراوله، عندي موز، عندي الشوكولاته القابله اللي ده اللي كنا عندنا مع بعض قبل كده، مربى، اي حاجه عندك هنزوق بيها يعني. عندك مربى، كريم شانتيه، موز، اي نوع فاكهه، موز، فراوله، شوكولاته قابله للدهن، اي حاجه اي حاجه بتزوق بيها التورتايه او الجاتوهات هنزوق بيها مع بعض النهارده. مين معانا؟ ساره، اهلا وسهلا. وانا فين البتاع بتاعتي يا اولاد؟ انا عاوز طريقه الجلاش باللحمه. حاضر يا ساره، عيني، شكرا ليك يا حبيبتي. عايزة سباتولا حديد. معانا أميرة، أهلا وسهلا يا أميرة. أيوة أهلا وسهلا. ازيك يا مدام نجلاء؟ ازي حضرتك، عاملة ايه؟ ازي حضرتك، صباح الفل. الله يخليكي، صباح الفل عليكي. الحمد لله تمام، أنا بحييك جدا على كل اللي بتعمليه وتسلم إيدك. الله يسلمك، الله يخليكي يا حبيبتي، تسلمي. قولي لي ليك أي سؤال؟ ممكن نطلب من حضرتك بس طريقة عمل مربة الجزر. مربة حاضر، حاجة تانية؟ جزر احمر وجزر اصفر، الاثنين دلوقتي الاحمر منتشر دلوقتي برده، الجزر وهيل قوي قوي قوي، بس انا بزود له بنجر، وممكن كمان نزود بنجر للجزر الاصفر برده بيبقى محمر وبيبقى حلو جدا. الجزر الاحمر غالي شويه، فممكن انا مثلا لا عايز اعمله اصفر فاروح بشره معاه بنجرايه. يعني مثلا لو جبت 2 كيلو من الجزر بقى احط لهم بنجرايه كبيره كده، ببشر ال 2 كيلو جزر مع بنجرايه كبيره، الاثنين دول مع بعض بياخدوا حوالي كيلو سكر. تمام، بياخدوا حوالي كيلو سكر وبياخدوا كوبايتين من الميه. الجزر بياخد ميه علشان هو ناشف، وبحط عليه عصره ليمونه وبسيبهم على النار يبداوا ان هو يغلي كويس جدا لغايه ما تلاقيه عقد معاكي. بس سهل خالص، ممكن تحطي معاه عصير برتقان كمان او بشر برتقان، بيديه طعم حلو جدا. تمام. طيب انا كده بس عايزه اعمل كمان ايه من البني. بصوا كده مثلا، بس الزبادشولا دي مش نافعه، هاخد بس اعمل من البني طبعا بنفس الكبشه تغسليها بقى، بس انا هقلبها هنا كده هخم يعني هخم واشيل اللي اتعملت دي واعمل بني بنفس الكبشه. طبعا احنا ممكن نعمل ملون كمان يعني، ممكن الابيض ده نلونه، نعمل حبه خضره حبه حمره حبه صفر زي ما انت عايزه. طب اطلع فاصل وهنرجع نزوقهم مع بعض بعد الفاصل، وفاصل ونواصل. على قد الايد. ورجعنا من الفاصل، انا طلعت الرز اهو. بصوا بقى بعد ما يعني خلاص بقى احمر، حطيت عليه ورق الالومنيوم عشان او اي غطا يعني علشان هو احمر خلاص بدا يستوي بقى من غير ما يحمر وشه تاني، خلاص نفس الاحمرار اللي ثبت عليه قبل كده. وده كده ايه؟ الفراخ اللي بالبشاميل او بالصوص الابيض.
ماشي زود لها بس واحده كده عشان تبقى باينه. حط لها فرع بقدونس. طيب هقول من اول تاني وانا شغاله بزوق كده في الجاتوهات دي. انا عملت ايه؟ عملنا مع بعض اول حاجه الفراخ اللي بالصوص الابيض. يا ريت ننزل مقاديرها بسرعه بسرعه. هي ما فيهاش حاجه، هي عباره عن فراخ عاديه خالص، فراخ فرمتها وبعدين حطيت عليها بقسماط ناعم نص كوبايه على النص كيلو، وبيضايه وملح وفلفل وقرفه وجنزبيل، وعجنتها كويس جدا. وبعد كده رحت عاملاها كور بعد ما فرمتها كل ده مع بعضه، اتفرم حلو جدا وبصلايه طبعا. فرمتها وبعدين رحت حطاها عملتها. انا بس عايزه اقول ان الكريب دلوقتي هقطعه. ديت كورتها حمرتها في الزيت، عملت بشاميل من الشوربه واللبن تمام. ورحت عامله ايه؟ ومعلقه نص كوبايه، اقل من نص كوبايه من الدقيق، حمرتها في معلقه كبيره من السمنه ماشي. وبعدين رحت حط عليها كوبايتين من الشوربه دي سخنه شويه. كوبايتين من، لازم طبعا يكون بارد، خلي بالكم اللي بعمله ده، كوبايتين من الشوربه مع كوبايتين من اللبن وشويه بقدونس مفرومين. وطبعا سبتها غليت وظبطت الملح والفلفل بتاعها. وبعد كده رحت عامله ايه؟ رحت حاطه فيه الفراخ المحمره وتتقدم سخنه. انا هنا ده الكريبات اللي انا عملتها طبعا عشان بتنزل بمقاس مش مظبوط، ببدا ان انا اظبط مقاسها كده بالقطاعه. قطاعه بقى كوبايه اي حاجه عندك تمام، يبقى شكلها حلو كده ومظبوط. نعمل شويه ابيض. طبعا لازم يكون جاتوهات الكريب معانا اهي، انا كل ده حطيته في الخلاط، كوبايتين الدقيق، كوبايتين اللبن، اتنين بيضه، فانيليا، معلقه بيكنج باودر، معلقتين من الزيت. كل ده خلطته في الخلاط، عملت منه وحدات الكريب. بتبقى العجينه بتاعتها سميكه شويه مش خفيفه، عشان تطلعها لي سميكه تبقى زي كاني بعمل يعني زي الكيكه كده بس على رفيع تمام. عندي بقى ايه تاني عملناه؟ ده كده الكفته قلنا عليها، العيش والبرتقان طلعوه لو سمحتوا. عيش البرتقان ده عجينه عاديه خالص، بس عملت لها ايه؟ حطيت لها ال بشر برتقان وعصرت وعجنتها بعصير البرتقان اللي مش تقيل قوي، الخفيف شويه تمام كده. دول كفايه. نجيب هنا بقى ايه؟ نعمل ايه مثلا؟ واحده بيضه كده، ممكن تبقى كلها بيضه وممكن تبقى كلها بني كده، بلاش السخنه دي. شوف لما تكون بقى شكلها حلو قوي، لما تكون ايه مقطعه مظبوط ميبقاش ليها حروف. اجيب لها كريمه كده مثلا ماشي، دي لو انا عايزاها بيضه خالص. احط عليها واحده كمان. حاضر معانا بسمله، اهلا وسهلا. ممكن تعملوها كده وتحطوا عليها عسل نحل بس كمان وخلاص على كده. معانا مين؟ بسمله. يا بسمله الو. الو ازيك؟ الو ايوه يا بسمله ازيك، عامله ايه؟ ايه انت عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ ايه اخبارك؟ الحمد لله الحمد لله. قولي ليك اي سؤال يا بسمله. اتفضلي قولي يا بسمله اتفضلي. عايزه اسال على عمل، عايزه اعرف البيتزا. بيتزا؟ حاضر. حاجه تانية؟ شكرا يا بسمله. هنا بقى ممكن الشوكولاته نديها شوكولاته، وممكن نديها شرايح موز كمان معاها، وممكن بقى تفرمي تفرمي كده شرايح صغنونه جدا من الموز وتحطها عليها برده تبقى حلوه قوي. معانا مين؟ معانا شيرين، اهلا وسهلا. الو. الو اهلا وسهلا، ازيك يا استاذه شيرين؟ الله يخليك. عامله ايه؟ الحمد لله الحمد لله. قولي ليك اي سؤال؟ عايزه طريقه الايس كريم. حاضر. حاجه تانية؟ شكرا ليكي جدا. هنا ممكن نديها موزه، بس الموزه دي بقى هتعمل ايه؟ هنبدا ان احنا
نحاول نغطيها عشان هتسود، نغطيها بايه؟ بشويه شوكولاته برضو. وزي ما قلت ممكن نفتفت قوي الموزه دي، نفتفتها خالص ونحطها على الايه، على الكريمه من جوه. ممكن احط شرايح فراوله على الكريمه من جوه. عشان الشوكولاته بتليق مع الموز جدا، اصدقاء بصراحه. ممكن نعمل بقى ايه وحدات تانية، ابيض على بني، جاتوهات كده. ماشي، ما عملش واحدة كمان، نعمل واحدة بس ابيض على بني ممكن، عشان بس تبقى ايه كل الاشكال معانا. ندخل دي بس كده. مين خد مني الفوطة؟ ماشي، واحدة بس، واحدة بس. فين هي؟ واحدة بيضة، حط لها كريمة بني. ماشي، واحدة بني، نحط لها كريمة بيضة. لما تيجي تتقطع بقى بتبقى شكلها حلو برضو قوي. ونروح حاطين بيضة وعليها بني وبني وعليها ابيض. راح احط لها شرايح موز كده من هنا. وفراولايه من النص. يبقى عملنا ايه؟ حاجتين مع بعض. بس كده. كده خلص حلقتنا النهارده. عملنا الفراخ اللي بصوص بصوص الايه؟ كده احسن ولا كده احسن؟ كده ها كده باينه ايه؟ اللي بصوص البشاميل او الصوص الابيض. وعملنا كمان، انا عايزه اقول لكم كله مع بعض، مش عارفه ماشي. وعملنا الرز باللبن بالجبنه، يعني شبه بالظبط الرز المعمر بس بالجبنه الموتزاريلا والجبنه الرومي واللبن طبعا والميه. وعملنا العيش اللي العيش اللي بالبرتقال، تمام كده. طبعا انا عايزه اقول لكم الجاتوهات دي ممكن نحشيها برده مربى، بتبقى حلوه قوي فيها. جاتوهات سهله جدا وبسيطه وشكلها شيك قوي، ويعني وانت كده جايلك ضيف سريع قوي في الطاسه وتشتغلي هيطلع لك حاجه ان شاء الله محترمه جدا، وكلها من البيت. ويا رب الحلقه النهارده تكون عجبتكم. اشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله. اللقاء.